اليوم احنا في المنتدى الوطني، الملتقى الوطني الاول لرواد الافيليت، بمعنى كل ما يخص التجاره الالكترونيه، الربح من الانترنت وهكا. صراحه الهدف من هذه التظاهره هو نجيبوا الناس زعما اللي معروفين في هذا المجال وعندهم ارباح، نيت المهم ما نقولوش هائله باش ما نعينوهمش، باش يبارطاجيو زعما كاين انهم كيفاش بداو، اشنو هما لي زاستيوز زعما، شنو هما السر ديال فين يخدموا، اشنو هما لي دومين يقدروا يخدموا، الاسرار ديال الميدان بصفه عامه. عموما الشغل في الانترنت عموما كاين ناس ديزاينرز قدامي في كان فوريست مغاربه، وكاين فؤاد بدوي مصري بات اول مليون دولار ارباح، كاين بزاف ديال الشركات العربيه عملات مليون دولار في كان فوريست، كاين دي ديفلوبر في كانيا بات مليون دولار، كاين بزاف كاع لي دومين اللي ما حبوهاش في الافليت ماركتينغ. توفيق. كنحل البروب وكنتعرض للانتقادات سد، واخر ايفنت الحمد لله حضر معايا كاع لي زيفنت كامل كان تيجي باش يحضر عادي من الجمهور. اول ايفنت في مصر، واحد ايفنت كان في تايلون، كان اخر ايفنت السبت اللي فات في مصر حتى هو جا، وكان عيان معاه باش نقنعو حتى بلي التجربه ديالك زوينه، حاجات زوينين خاصك تشاركها مع الناس. هذا هو اول ايفنت عطيت الناس قول. الاشكال انك خذ وحده وطبقها، لانك ما دام كدور تعلم هذه تعلم هذه تعلم هذه كتبقى دائما في دائره التعلم، ولكن ما كدوش تطبيق. كما كيقول واحد محمد عبدواب المصري يقول لك طبق المعلومه، ممكن نقول 90% ديال المعلومه عندكم، لان الان المعلومه متوفره في الانترنت، دخل يوتيوب، دخل كاين دي فورماسيون، كاين دي كور، كاين كل شيء. هو انا انصحكم اللي بغى يبدا يختار الدومين فاش كيبقى راحته ويطبق، ويفش ان شاء الله وخصو يفشل باش يعاود يطبق. كنتواجدوا هنا في النسخه الاولى من رواد الافيليت المغاربه. مهم السبب ديال التواجد ديالي هنا هو حضور سيمو لايف اللي غني عن التعريف، ونبيل نبيل اللي تخلينا الموبايل، يعني انا بسبب تعرفت على الموبايل وبزاف ديال الدراري معايا هنا. كاين مسواث هو كذلك يعني عنده مواقع كبيره هنا في المغرب، واللي حتى هو غيتحدث لنا على التجربه ديالو الكبيره في الدومين. كاين الرابع اللي هو اصلا حتى هو خدام لي سيت ويب ولافيلياسيون مع الشرق الاوسط، هو يعني بربعه بهم غيفيدونا ان شاء الله اليوم. بالنسبه للتجربه ديالي انايا كانت تقريبا في الاوائل ديال 2005 او الاوائل ديال 2006. كانت اول تجربه ديالي كانت واحد الشيء ديال الخدمه على الانترنت. كنت من الإدارة ديال واحد المنتدى معروف سميتو برامج نهدى. كنا جلسنا وفكرنا أننا نديرو واحد المنتدى، وسط المنتدى الكبير اللي سميتو برامج نهدى، واحد المنتدى سميتو المال والأعمال. ديك الساعة كان مازال شي معروف هنا في المغرب، في العالم العربي ما كانش معروف. دونك صافي بدينا داك المنتدى، بداو كيجيو مواضيع كيكتبوا الناس مواضيع، وانا كنت شويه ضعيف في هذا الدومين، ولكن كان خصني انا نقوم بالاداره ديال داك المنتدى. دونك الناس كيكتبوا انا ما عرفتش غير كيهضروا مصطلحات صعاب، قررت انني ندخل نمشي نقرا دي زارتيكل سيرتو في المنتديات الاجنبيه. اول مشكل تحت فيه هو اللغه الانجليزيه. كان ذاك الوقت واحد تراديكتور سميتو بابيلون كتكتب الجمله وكتحفظها وكتفرز تما في كلمه باش تعرف شنو هو داك الشيء. صافي تما فين بدات البدايه ديال انني نتعمق في هذا الدومين هذا. وصافي زعما في ديك الوقيته ديال 2006 فين بديت كن اول واحد الحاجه طريفه اول مره ديما كنقولها، كان اول شيك وصلني للدار في 2006. لقيت مشكله مع الدار انني نشرح لهم شنو هو هذا. صافي في ديك الوقيته كان الارهاب وكان المغرب، دونك خصني نقول لهم شنو هو هذا. كتب لونجلي وفيه واحد ديك الوقيته شي 200 دولار ولا 250 دولار، خصني نشرح لهم شنو هو هذا.
ويت سيرتو في امريكان فيه شي دونك هذه تقريبا التجربه ديالي. من تما بدا جا الفيسبوك بدينا انا تخصصت بزاف تسكي ترافيك فيسبوك صافي بقيت في الفيسبوك لي باج فيسبوك ترافيك كومو جينيري ترافيك ومبعدتش بزاف على الافيليات ولكن تقريبا بقيت في الافيليات سور فيسبوك. بديت كنبيع في الصرابير الامور غادية بخير. واحد السيد تعيش في فرنسا هو اللي كيخلص لي الفخيت ديال ديباي من العائلة. الامور غادية مزيان الحمد لله صراحة. بقيت فدت الصالير ديال الوالد ديالي وليت كنجيب 5000-6000 درهم صافي وحسيت براسي راه بخير راه مزيان فهاد الدرجة هادا شكون كيعطي هاد المبلغ هادا. ابخي ديما غادي تجي تكون في حياة اي واحد ما عادش ما عمر الامور كتستمر كيف ما بغيتي. كاين الاب اند داون اب اند داون. كاين شي سوبرمان دابا كاع جالس معانا اللي حياته النهار تزاد هو غادي يبقى ما كاينش ديما الحياة مراحل عادي هادشي طرا كامل عادي. السيد مات بيان سور ما يمكنش تقنع اي واحد مثلا جيت عند الجاي ولا اخر ولا السيد السي جمال مرحبا بالمناسبة تبتو لقيت المهم تجي عند شي سيد نقنعو نقول له شوف غادي تدخل لاكارت كريديت ديالك هنا وتيبداو يقطعوا لك منها لي فخي اللي انا كنبيع يقول لك لا شكون انت باش نثق فيك نعطيك لاكارت كريديت ما يمكنش. صافي فكرت اني ننسى كاع لان حاولت مرارا وتكرارا ثم لم نضطر اننا نقنعو شي واحد عايش في فرنسا يدخل لاكارت كريديت ديالو تما ودوك لي فخي خاصو يدخل المغرب لان المغرب منوع تصرف الفلوس على برا راه ممكن نخلصو ايداي ولكن ما يمكنش لان المغرب احنا زاد دابا راه ولات 10000 درهم في العام بل راه ما يمكنش تصيفط في ويستر الى يومنا هذا سير عند ويستر ولا السلام عليكم بغا نصيفط فلوس على برا ولا شي يقول انت بلاد اللي كيدخلوا ليها الفلوس ما كيخرجوش منها بلاد السورته اش المشكل. اي صاي نفوت نفوت هذا الشيء بعد ما حاولت بزاف صافي جيت نقلب هي فاش صافي عرفت على ادسنس اد برايت راه ممكن دير شي سيت ديالك اللي تحط فيه دي بانو بوبليسيتير الناس اللي جاو ليك وعليهم كتولي كتربح على كل كليك صافي الامور غادا كتطور. ابخي هاد الدواء التجربه ديالي ديال بيان سور تيوليو عندك الفلوس كتنزل كتضرب في الصفر وهادشي هاد تسكن تمنا طرا اي واحد بكري لان ملي تولي عندك الفلوس وكتعاود ترجع كتضرب في الطص تيجيك قازح كتجمع راسك وتعرف اللي ما خصهاش تبقى طرالك كتفهم الدرس اللي ماشي هادشي شوف الفلوس غادي تبقى عايش مساكن كبار عايش بخير عايش مزيان تقدر تغر وتبقى غادي وتوصل واحد الراجل كبير عادي طرالك هذا المشكل هذا. انا الحمد لله طرالي صغير مزيان تضرب على الطص طلع مزيان طلع وتعاود بحال شي طياره غادي تصنع شي واحد بين السور كطير وتتعاود طيح مزيان طيح ما تكونش شي حاجه خايبه تقول لنا شو واش طرا ليا جيت وطيح كيما جيت تطلع وطيح ما عادي ديك الطيحه استفدت منها بزاف ديال الدروس. ابخي ونشارك التجربه ديالي ولكن شي حاجه لا مرحبا وندوز للاستاذ كبير. سؤال اللي غنطرح من بعد هو واش بديتو بشي استثمار؟ لا انا شخصيا غنخلي السؤال الاستثمار اللي بديتي به شحال واش ضروري انك تبدا بالاستثمار ولا لا؟ صراحه انا ما بديتش بالاستثمار والا قلت لكم كيفاش بديت غتضحكوا لان في 2006 بديت في الميدان وديك الساعه كنت طالب جامعي يلا جاي كنقرا في اكادير والوالد كيعطيني واحد الميزانيه جد 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 محدوده وكنمشي للسيفير واحد السيفير حدا واحد الفران الى يومنا هذا كنتذكر ريحه الخبز ما كيبان لي الخبز عموما مشيت تما كنت بغيت نولي كاتب كريت واحد بلوك اللي عقدت عليه في جيران اللي عقل عليه وكنت بغيت نولي كاتب وكنكتب فيه يوميا. هنا تعرفت على العمل على الانترنت وهنا بدات المسيره المتواضعه ديالي. وبالنسبه للسؤال ديال الاخت بالنسبه للاستثمار انا بديت بصفر درهم ولكن للمعلومه اليوم ما يمكنش تبدا بصفر درهم باش تبدا خصك على الاقل ميزانيه قليله باش تبدا لان في ديك الساعه كنت كدير بلوك مجاني وكتبيبلي في لي فوريم وكتلوح في لي ميسين اللي عقلتو ليليان الى اخره ولكن دابا لا دابا كاين فيسبوك ادز كاين ادوارد يعني كيكون عليك اوبليجي تشري الترافيك.
بالنسبة للفيسبوك ديك الوقيتة كندخل واحد تويتر فيسبوك ادز اللي كيعاون باش تجيب لي فان باش تجيب لي زابوني. دونك ديك الساعة هذيك كنا ديجا عندنا لي كارت انترناسيونال باش نخلصو الفيسبوك. ديك الوقيتة هذيك الحمد لله كانوا عندنا لي موايا باش نديرو البروموسيون دي باج فيسبوك. بالنسبة للسؤال اللي قلتي كيفاش انك بغيتي دير موقع و بغيتي دير بغيتي تخدم فيسبوك و جينيري ترافيك، كنظن انه احسن طريقة هي تانفيستي في الاول. هادي هي احسن طريقة في بوغ جينيري لي فان لي غادي من بعد غادي يرجعو ترافيك. دونك بالنسبة للناس اللي يلاه ديبيتون، اعتقد ان الفيسبوك ماشي من الحوايج اللي يقدر يبدا بهم الواحد، لانه ضروري خاص واحد الاستمرار مسيان باش تبدا. الوغ بزاف ديال المنتديات بحال اللي كنتي كتبتهم ولا اللي كانت تيشرف عليهم السياسيين ديك الساعه، كانوا بزاف ديال الطرق. منها كانت ديك الساعه ميجا وبلوك اللي كنتو عقلتو عليه، راه كانت ديك الساعه كنا تنخلو به بزاف ديال ديك الساعه. كانت عندك كارت بونكير ديالك، اول كارت كانت ديك الساعه تصيفطو عليك تيرين اي كيشي كانت ديالهم الناس اللي تيشارجيو من الليان ديالك كتدخل ديك الساعه واحد الكوميسيون عليها وهكاك تجينا. من بعد اكتشفت الدومين ديال الموبايل، ما انا وليت مبليب لي فورماسيون فوق، ما كاينه شي فورماسيون خاص تشريها، لحقاش ديما كاين الجدل هاد الدومين هذا، ما كاينش شي حاجه سميتها شي حاجه فات عليها الحال، كاينه لا باز هي تقدر تشد لا باز، ولكن كاين حوايج يقدر يكون معنا هنايا ناس اللي عندهم دي ميثود اللي يقدروا يديروا بهم في بلاد ديال الفلوس، ولكن ما تيقدروش يابليكيو، اللي عنده شي فكره في راسو غير يبداها وديك الساعه صدقات راه مزيان، ما صدقاتش راه كاين بزاف ديال الحوايج اخرين غير الواحد ما يفشيش.